يقول السائل: أدخل الحمام في بعض الأحيان وفي جيبي المصحف، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أن تدخل الحمام ومعك المصحف. ضع المصحف في مكان لائق بالمصحف ثم ادخل الحمام، فإذا خرجت فخذ المصحف. ولا يجوز أن تدخل الحمام بالمصحف إلا في حالة إذا خفت عليه، إذا خفت على المصحف أنه يسرق أو أنه يقع في يد كافر، إذا خفت عليه فلا بأس أن تجعله في ثيابك تدخل به حفاظا عليه. أما إذا كنت في مكان مأمون وآمن، ضع المصحف في مكان لائق به ثم تقضي حاجتك، فإذا فرغت تأخذ المصحف.